دكتور أحمد، سيد أحمد، أستاذ خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا بك دكتور أحمد. يعني حينما نتحدث الآن عن مثل هذه الزيارة، نتحدث عن أشبه يعني مذكرات تفاهم في مجالات عديدة، نتحدث عن أشبه بتحالف استراتيجي بين مصر وقبرص في هذه الزيارة أو الإعلان عن تحالف استراتيجي. أولا، كيف ترى التقييم العام لهذه الزيارة حتى اللحظة؟ هو اولا هو ممكن ان نوسع هذا التحالف الى ما يسمى التحالف الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. تمام. هذا التحالف بدا منذ عام 2014 بعد ترسيم الحدود البحريه، واعتقد ان خلال الثلاث سنوات الماضيه شهدت العلاقات ما بين الدول الثلاث طفرات كبيره على المستوى الاقتصادي، على مستوى تفعيل التعاون في المجالات المختلفه، وايضا على المسار السياسي وتنسيق المواقف ومواجهة التحديات المشتركة الخاصة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية. بالطبع أن السياسة المصرية دائما تقوم على المسار السياسي والمسار الاقتصادي، وكل منهما يكمل الآخر، بمعنى أن زيارات الرئيس دائما للدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم تستهدف طبعا تفعيل التعاون الاقتصادي، دعم الاقتصاد المصري، أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد، وأن يتم من خلالها طبعا فرصة لعرض الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر في محور التنمية في قناة السويس، في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات. أيضا هي مناسبة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وبالتالي تفعيل التعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة، في مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تتعامل معها مع قبرص. نحن نعرف أن التعاون أو التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 23 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل حقيقة نسبيا بالنسبة للفرص التي يمكن تطويرها بين البلدين وأيضا في إطار الدول الثلاثة. يمكن القول أن قبرص واليونان من خلال هذا التحالف تمثل بوابة مصر حقيقة لأوروبا وتدعيم العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، خاصة أن هذه العلاقات شهدت يعني تطورات مهمة بعد زيارة الرئيس لفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، التي كما قلت هي في النهاية تأتي تصب في العلاقات الثنائية خدمة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والأزمات المندلعة في العراق، في سوريا، بل ورد موقف مشترك في مواجهة الفكر والإرهابي والعمليات الإرهابية وعناصر التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي. كلها تمثل أهمية مهمة، وكما قلت هي تمثل نموذج ثلاثي في العلاقات الدولية بين دول ثلاثة جارة حريص على تفعيل التعاون الاقتصادي وعلى تنسيق المواقف فيما بينها. طيب دكتور أحمد، يعني حينما تحدث الرئيس القبرصي أشار إلى أن هناك شبه توافق في تام ما بين الموقف المصري والموقف القبرصي فيما يتعلق بالعديد من الملفات أو التطورات الإقليمية في عدد من الدول المجاورة، وأشار إلى لبنان تحديدا، وأشار أيضا إلى دور مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية. كيف ترى هذا التوافق ما بين القيادة السياسية في مصر والقيادة السياسية في قبرص؟ بالطبع هذا التوافق بيعكس ان دائما السياسة المصرية التي تنحاز الى الدولة الوطنية، تنحاز الى الاستقرار في المنطقة، تنحاز الى اهمية حشد الجهود الدولية لمواجهة خطر الارهاب الذي لا يهدد فقط منطقة الشرق الاوسط ولكنه يهدد اوروبا ايضا عبر ومنها اليونان ومنها قبرص ومنها هذه الدول. لا ننسى ان زيادة ازمات المنطقة وانتشار الارهاب قد تطاير شرره الى الدول الاوروبيه، وراينا ايضا من تبعاته الهجرات غير الشرعيه والهجره الكبيره التي انتقلت اوروبا عبر البوابه القبرصيه والبوابه اليونانيه، سواء من ليبيا او من سوريا او من غيرها من الدول. وبالتالي هناك توافق على اهميه تحقيق الاستقرار، حل المشكلات والنزاعات بالطرق السلميه، البعد عن سياسات التحالفات وعوامل عدم الاستقرار في المنطقه، وتعكس اهميه كبيره لان لا يمكن في ظل بيئه تمد الصراعات والاستقطابات وتغذيه حركات الارهاب ان ينمو التعاون بين الدول، ان ينمو الاستثمار، ان يتحقق الاستقرار للشعوب. ومن هنا كان التوافق المصري القبرصي، التوافق المصري في كثير من القضايا، في اهميه المواجهة الشاملة لقضية الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية، العمل بين البلدين للتوسط لحل الأزمات المتهبة والمشتعلة في المنطقة خاصة في سوريا، أيضا دعم لبنان ومنع انجرار لبنان إلى التحالفات الإقليمية أو أن تكون هناك أن يكون لبنان أسير لدولة مثل إيران أو غيرها مثل حزب الله التي صنفته الجامعة العربية بالقرار أنت منظمة إرهابية. كل هذا بيعني أن هناك حرص بين البلدين، هناك تشاور مستمر، هناك عمل حريص على أن تهدأ منطقة الشرق الأوسط وأن تتحول من منطقة مصدرة للصراعات والأزمات إلى منطقة جاذبة للاستثمارات والتعاون المشترك. دكتور أحمد، سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.